مرحبا أصدقائي، لن تصدق ماذا فعل حتى لا تهرب له أمه. القصة التي حصدت أكثر من مليون مشاركة. تقول طبيبة سعودية: دخل علي رجل يسمى محمدا في الثلاثين من عمره، ومعه عجوز يحضنها لأنها تريد أن تهرب منه، وترمي خمارها فيعدله، وتعض يده وتخدشها وتبصق في وجهه وهو يبتسم. دخلت إلى العيادة ثم رمت خمارها وبدأت تضحك ضحك المجنون الذي لا عقل له وتدور على طاولة الطبيبة. سألت الطبيبة محمد: من هذه؟ فأجاب قائلا: إنها أمي. ما بالها؟ قال: ولدت بلا عقل. فقالت: كيف أنجبتك؟ قال: زوجها جدي لأبي عسى أن ترزق بولد، فتزوجها أبي فطلقها في العام الأول، وحملت بي وأنجبتني، ومنذ أن كنت في العاشرة وأنا أخدمها، أطبخ لها، إذا أردت أن أنام أربط قدمي في قدمها أخشى أن تهرب ولا أجدها. فقالت الطبيبة: لماذا أتيت بها؟ قال: بها السكر والضغط. والأم تضحك وتقول: أعطني بطاطس. فيعطيها فتبصق في وجهه فيضحك ويمسح بصقتها، ثم قالت له وهي مستغربة: هذه أمك ولا تعرفك؟ قال: لا والله لا تعرف أنني ابنها، لكن الله الذي خلقني يعرف أنها أمي. ثم قالت: يا بني، وتناديه: أنت كذاب، لماذا لم تأخذني لمكة؟ وهي ترى مكة في الشاشة. قال: الخميس يا أمي. أما قلت أني سأذهب بك في الخميس؟ فقالت الطبيبة: أتذهب بها وقد زال التكليف عنها؟ قال: كلما أرادت مكة أذهب بها للعمرة، لا أريدها أن تتمنى شيئا وأنا قادر على تحقيقه ولا أعمله لها. ثم خرج مع أمه وأغلقت الطبيبة الباب فبكت بكاء مرا. قالت: سمعت عن البر، لكن أرى شابا أمه لا تعرفه وحياته تحت قدمي أمه، يخدمها حتى يقضي الله بينه وبينها، صفحة بر جميلة كان قادرا على أن يرميها في مصحة للأمراض العقلية، لكنه أراد رفقتها ليبقى باب الجنة مفتوحا في حياته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.